وبهذه المناسبة العزيزة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من دبي سعادة السيد محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي. سيدي الكريم، بداية نتقدم لكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 49، ومن خلال موقعكم فقد واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الإمارات منذ تأسيسه من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها. لو تحدثنا أكثر سعادة العضو بخصوص هذا الموضوع. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئكم أمانة بهذه الفرحة الكبيرة اللي نحن اليوم نعيشها معاكم في احتفالات دولة الإمارات، واللي هي غير مستغربة أمانة من قيادة مملكة البحرين حكومة وشعبا وكل القاطنين على هذه المملكة الجميلة في البحرين. ونزف لكم كذلك أثنايات ثانية والتبريكات بمناسبة احتفال بإنجازات المرأة البحرينية، وهذا بعد فخر أمانة نشارك فيه هذا الإنجاز. اليوم دولة الإمارات تحتفل بعامها 49 بقيادة حكيمة من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، وكذلك التواصل الدائم والعلاقة الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في كل المحافل أمانة السياسية والدبلوماسية والمناسبات السعيدة ولله الحمد. اليوم نقول أن المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات يأخذ نظرة جديدة من خلال الاستعداد للخمسين عام بإذن الله. اليوم تمكين المرأة بنسبة 50% في دور الانعقاد 17 كان له أثر كبير أمانة بتطلعات قيادتنا الرشيدة في الوصول إن شاء الله والطموح إلى العلاقة الكبيرة بين دولة الإمارات والأشقاء في مجلس التعاون ودول العالم. ولله الحمد اليوم نحن نخطو خطوة جديدة من خلال التطلع إلى مستقبل الإمارات والدول المجاورة من خلال بعض التشريعات والقوانين اللي تصب في مصلحة الوطن والمواطن أكيد، والسعي في تحقيق كل الإنجازات التي يتطلع عليها الوطن والقيادة الحكيمة. دورنا في المجلس الوطني دور تشريعي مثل كل مجالس الشورى ومجلس الأمة والمجالس المحيطة في خليج الوطن في دول مجلس التعاون، ولله الحمد دور واضح ومحقق حقيقة للإنجازات العديدة. اليوم بقيادة معالي صقر غباش نبدأ هذا الدور المنعقد، ونتطلع إن شاء الله لمزيد من الإنجازات والعلاقات الدبلوماسية على المستوى الخليجي والمحلي مع المجالس والجمعيات البرلمانية المشتركة بيننا وبين مملكة البحرين وبين الدول المجاورة. شاكرين لكم حقيقة التواصل، ومتأملين إن شاء الله دائما نتواصل بالخير والفرح مع مملكة البحرين حفظها الله وحفظها دولة الإمارات وكل دول العالم يا رب. لكم حق سيدي الكريم، وعلينا واجب في هذا التواصل العزيز على قلوبنا جميعا. من دبي سعادة السيد محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، كنت معنا ضيفا كريما عزيزا في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.